السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني عشر بمدرسة تبارك الخاصة، تحية طيبة. حنواصل في دراستنا في الوراثة المندلية وتحديدا في قوانين مندل، وحنشوف اليوم إن شاء الله القانون الثالث لمندل اللي هو قانون التوزيع الحر. طيب حبايب الطلاب، طبعا احنا خلصنا خلاص القانون الاول ولمندل مبدأ السيادة، والقانون الثاني اللي هو الانعزال، والاثنين كانوا بيركزوا على الدراسة بصفة واحدة. بعد ما مندل درس الصفة الواحدة، وتذكروا انه مندل عمل هذه التجربة على كل الصفات السبعة، يعني بعد ما درس لون الأزهار درس بقية الصفات جميعها، السبع صفات اللي احنا ذكرنا، ويجب انك تكون عارفة السبع صفات وعارف ايهم سائد وايهم متنحي. بعد ما درس الصفات السبعة حاول يفكر انه يشوف توريث صفتين معا، يعني حاول انه يدرس صفتين معا، يحاول يشوف مثلا لون الأزهار مثلا مع ايه، مع وضعها، أو البذرة مثلا يدرس لونها مع شكلها. فكانت دراسته هي دراسة صفتين معا، وصلته لما يسمى بقانون التوزيع الحر، يعني هو القانون الذي يوضح دراسة توارث صفتين وراثيتين أو أكثر. فنشوف مندلا عمل إيه في دراسة أكثر من صفة. طيب مندل حاول يدرس كمثال نبات طويل الساق وأزهاره بنفسجية ونقل الصفتين، يعني إيه كابيتال إيه كابيتال بي كابيتال بي كابيتال، ونبات قصير الساق أزهاره بيضاء، طبعا أكيد نقل الصفتين. وهنا بذكر إنه الصفة المتنحية أكيد أكيد هي نقية، الصفة السائدة التي يوجد فيها الاحتمالية. فعندنا هنا طبعا ده التركيب الوراثي. عند تكوين الأمشاك طبعا باخد واحد من كل صفة، كل صفة عاملان، تمثل كل صفة بعاملان. نذكر القانون بتاع مندل، ينفصلان عن بعضهما عند تكوين الأمشاج، يعني لما تكون الأمشاج حيكون في A في مشيج والA في المشيج الآخر، B في مشيج والB في المشيج الآخر. إذن المشيج حيكون فيه حرفة من كل حرفة واحد فقط، هي A كابيتال B كابيتال، طبعا لأنه فردي نقي، فما بداعي نكتب الثاني أو الثالث أو الرابع لأنه كلهم متشابهات. نفس الشيء هنا حيكون A small B small. لما يحدث التزاوج الأفراد الناتجة حتكون هجينة للصفتين، A كابيتال A small B كابيتال B small، وطبعا ده فرد مظهريا حيكون بيحمل الصفتين السائدتين، يعني حيكون طويل الساق وبنفسجي الأزهار، الصفتين السائدتين. إذا أفراد الجيل الأول ظهرت جميعها تحمل الصفتين السائدتين، وطبعا ده أكدت له القانون الأول اللي هو السيادة، إنه الصفة السائدة تبقى على الصفة المتنحية. إذن أفراد الجيل الأول بنسبة 100% طويلة الساق وبنفسجية الأزهار. نشوف التزاوج بتاع أفراد الجيل الأول اللي هي الهجينة، هي طبعا الأفراد هجينة بالنسبة للصفتين، وبالتالي حيكون عندها أربع أنواع من الأمشاج، لأنه هنا حيكون الكابيتالز مع بعض، السمولز مع بعض، هنا كابيتال الاي كابيتال والبي سمول، وهنا البي كابيتال والاي سمول، فاربعه. اذا حيكون عندي هنا اربعه في اربعه، طبعا ده المربع اللي هو انا بسميه مربع بانيت، هذا المربع بيسهل لي العمليه بتاعه التزاوج، خاصه عندما يكون العدد بتاع الامشاج العدد كبير بيسهل عمليه التزاوج. الافراد الناتجه زي ما هو ظاهر عندنا هنا التزاوج، طبعا انت لما تزاوج بتشوفه راسيا وفقيا، اكيد كلنا
عارفين هذه الطريقة. وتذكر دائما اننا احنا بنلتزم في الكتابة لازم الكابيتال قبل السمول، وبدأت بصفة نفس الصفة اللي بدأت بها لازم تستمر في كل الأفراد الناتجة. فهنا عندنا هو الأفراد الناتجة كما هو واضح عندنا A capital A capital B capital B capital، هنا A capital A capital B capital B small، A capital A small B capital B capital، A capital A small B capital B small. هنجي للفرد الثاني في هنا A capital A capital B capital B small، A capital A capital B capital B capital. أتمنى إنه حبايبي أنتوا تكونوا متابعين معي، وتذكر إنك أنت أو أنا هنا لازم أشوف هنا كيف، أوكي، ولازم ما أشوف هنا المشيك شكله كيف وأزاوج. فهنا أهو عندي A capital A small B capital B small، A capital A small B small B small، A capital A small B capital B capital، A capital A small B capital B small، A small A small B capital B capital، A small A small B capital B small، A capital A small B capital B small، A capital A small B small B small، A small A small B capital B small، A small A small B small B small. هذه هي أفراد الجيل الثاني. وطبعا أفراد الجيل الثاني العدد بتاع اللي هو 16، أنا عندي 16 فرد. إذا جيت شفت الأفراد بجد إنها متنوعة، يعني ظهر فيها ده عبارة عن فردة هيكون طويل الساق، أوكي، وبنفسجي الأزهار، طويل بنفسجي. طبعا طالما في الكابيتال لتر معناته الصفة السائدة تظهر سواء كانت نقية أو هجين. يبقى هنا طويل الساق بنفسجي الأزهار، طويل الساق بنفسجي الأزهار، طويل الساق بنفسجي الأزهار، ليس طويل الساق. إذا هذا ليس طويل الساق، أوكي. نحن هنا تعاملنا مع الفردة اللي هو إذا شفنا البي لصفة الطول، البي لصفة الأزهار، إذا البي حيكون أبيض الأزهار ولكنه طويل الساق. هنا عفوا حبايبي هنا معكوسة ولكن عادي جدا ممكن ناخدها ما مشكلة، أوكي. يبقى حيكون عندنا هنا طبعا ده هجين للصفتين، أوكي. إذا هنا حيكون عندي هنا الفرد طويل الساق ولكنه إيه أبيض الأزهار. وهكذا أشوف المحصلة. أنا عايزك معايا عزيزي الطالبة إنك تحسب الأفراد الطويلة والأفراد القصيرة ثم الأفراد البنفسجية والأفراد البيضاء. هنجد كما نلاحظ في المنظر الجاي، هنلاحظ انه الاعداد حتكون كما يلي. من كده يا حبايبي انه مندل توصل لقانون الثالث اللي هو التوزيع الحر، واللي بينص على انه كل زوج من الصفات المتقابلة يكون مستقلا في توارثه عن بقية أزواج الصفات المتقابلة الأخرى. أتمنى إنه إحنا نكون استوعبنا الثلاث قوانين بتاعت مندل. وطبعاً بنبهكم لأنكم لازم تراجعوا أسئلة الامتحانات وتحاول إنك تحل، وتحاولي برضو تحلي ما أمكن من أسئلة حول مندل وحول قوانين مندل. وحنواصل إن شاء الله إحنا في حصص جاية. الوراثة المندلية ما زال الكثير في موضوع الوراثة المندلية، وحنشوف هنا بعض الأسئلة أتمنى إنكم أنتم تحلوها. السؤال شامل اللي هو أجري تلقيح بين نبات بازلاء طويل الساق هجين بذوره خضراء بنبات آخر قصير الساق بذوره صفراء هجينة، في ضوء العبارة السابقة أجب عن الآتي. أكتب الطرز الجينية للآباء، أكتب الطرز الجينية والمظهرية للأفراد الناتجة من هذا التزاوج، ما نسبة النباتات طويلة الساق بذورها صفراء؟ أتمنى أن نحل هذه المسألة
وبرضو في النهاية بنبهكم بأنه في أسئلتنا متواصلة معكم على برنامج الموديل، وأرجو إنكم تتابعونا، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذنه تعالى. لحد هنا بيكون انتهى درسنا، وشكرا حبايبي الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.